الجيل الجديد اللي قاعد تتعايشين معه موفا قاعد بالمسلسلات بالبروفات شو اللي ناقصه بدون مجاملة؟ لا تقولين والله ما شاء الله عليهم ناقصه شيء. لا ما خلاص احنا يعني مثل ما يقولون فات الوقت اللي نجامل فيه احد. يعني شو اللي ناقصه عشان يصير مثلكم؟ السن يسمح لنا في راحتك ان احنا نقول ما هو ويتقبلون مني طبعا طبعا مدرسه. شوف هم الفنانين الجدد يعني خاصه جيل الشباب يعني صح. يمكن الجيل اللي في الوسط يمكن شويه ها احسن لكن جيل الشباب مجرد ما واحد فيهم طلع مثلا سوى دور فهو يعتبر نفسه انه صار التوب. نجم. ما تقدر تحاكيه، ما تقدر تعطيه ملاحظه. في منهم يتقبل يعني بس مو كلهم. يشوف روحه بسرعه. ما ادري يشوف روحه او هو فاكر نفسه ان التمثيل كذي. يعني احيانا احنا نكون مثلا في مشهد ودك توقف الممثل وتقول له لا مو يعني مو كذي لا مو كذي يعني حاول تلون حاول تعطي شكل للدور بس انت تخاف ان تصدم بان مثلا ممكن يقول لك اي حاضر بس ما يسوي شيء. الجدد عليهم انهم يفهموا جيدا. احنا الان بسننا هذا اللي وصلنا له ما زلنا نتعلم. أنا كل يوم لازم أتعلم شيء جديد. مثل موفا يقول لك لحين قاعد نتعلم. لا لا يعني لا أنا أتكلم بجد يعني أنا مثلا إحنا قد يكون عندنا مدارس التمثيل معروفة صحيح. لكن قد يكون لدينا إحنا في العالم العربي طرق أداء مبنية على المبالغة والتهويل ولا لما أروح أنا مثلا أمريكا عند بنتي هي طبعا تاخذ دروس في التمثيل أنا أروح معاها وكأنني طالبة أتعلم من جد وجديد. لا لا صحيح إن شاء الله عليك. فأنت يعني تشوف التكنيك اللي شلون هم يستخدمونه شلون يطلع مشاعرك كممثل في هذه الشخصية شنو علاقتك في الشخصية.